قدمت صباح اليوم مؤسسة القلب الكبير مساعدات لبعض المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار برنامج مؤسسة القلب الكبير الذي تقف دائما مع المحتاجين وذوي الاحتياجات. نتابع هذا التقرير. في إطار تقديم الأعمال والخدمات الإنسانية للضعفاء والمساكين التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير بقيادة مؤسستها هند ديبي إتنو، قدمت مؤسسة القلب الكبير هذه المرة حوالي 100 رأس من الأضحيات للمساكين والضعفاء، وذلك لإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبهذا الصدد عبر بعض المستفيدين عن مدى فرحتهم. ساعدنا وندور من هنا لقدام، الله يسعدنا هي كله وتشد هلا وعنينا قاعدين في وراء شيء قصر لنا ما في وكونسي دي لا جوسي كل معنا نشكره كثير، ما عندي كلام آخر، نشكره هي ونشكره الرئيس. الله يجيرك إذا تهي أرض مشتوك غير لهم الآسي طبعا السوات الرئيس تطلع أجر كثير، والله يزيته الله يمتقهم طول أمورهم دور الآسي في البلد تابعين كده فكرنا السنة الجديدة الله يمتع ما أنا إذا يمشي لي بريمير دام هند ديبي Le conseiller Anna Dilalicienne. Dilalicienne, c'est une bonne conseillère. Darda, Masakin Kulu Gaidin, quand Hakuma Yer Fatapana Masakin de Debasal Akhir. Quand Hakuma Gaï, ou ma Yer Fatapana Daoula Anada, Daoula de Mayamchi. Donc, quand Soubiana Nachad, Rudjel Nachad, Adina Nachad Kulu. Il faut que la première dame écoute à Anna Pira sur le salam. Rajila, le programme a chargé. Anna nous a fait. Mais derrière un grand homme, il y a une femme. Donc, Hinda Debida, une femme capable. Si nous avons fait ça, nous avons réalisé la première dame Hinda Debida. Donc, Anna, Awina, Nachat, Maru, Jalna, Ma, Yelna, Kulu, Anna, Kaina, tout merci. Je suis en train de dire. رئيس قسم الترقية لمؤسسة قلب الكبير قال أن هذه المساعدات الإنسانية هي في صميم برنامج مؤسسة قلب الكبير. أنا العيد الأضحى المؤسسة قلب الكبير بنت 100 غنم و30 بقر لناس ما عندهم قدرة، دونك بجست ده ناس كله تاديين ممكن هم ما عندهم إمكانيات كله ممكن يلقوا لهم يأكلوا هنا الإيد. هذا فإن مناسبة توزيع الأضحيات كانت بحضور الأمين العام لمؤسسة قلب الكبير جلال حسين، وذلك بمقر المؤسسة.